ملي ترسل لي البرنامج لقيت ان الورقه التاطيريه للندوه تتمركز حول اشكاليه التكامل والنجاعه والاختصاص لهيئات الحكامه. يعني هما هادو ثلاثه العناصر اللي مترابطه ومتكامله، ما يمكنش تاخذ واحد بلا الاخر. بقيت نفكر، واخا انني قالوا لي ان تكلف بالمجال ديال حقوق الانسان، قلت مزيان غادي نتكلم انطلاقا من تجربتي، لانني دبرت في مؤسسات حكوميه لحقوق الانسان، دبرت لازيد من 15 سنه في مؤسسات للوساطه اللي هي جزء من مؤسسات حمايه حقوق الانسان، لاعطي وجهه نظر للمساهمه في النقاش، لان الخطير في هذه المساله اقولها من بعد هذه السنوات اللي تجاوز 40 سنه في هذا المجال، بالجانب المجتمع المدني والجانب المؤسساتي وجانب البحث، لان عبد الربه كبر في حقوق الانسان في اللجنه الفرعيه للنهوض بحمايه حقوق الانسان وحمايتها، لا سو كوميسيون، من 86 حتى ل 97 سنويا كنت اقل ما نحضر واحد جوج الاسابيع ديال، ما كانش شي لجنه اللي كانت انا ذاك في حقوق الانسان اللي ما دزتش فيها في السطاج. تعلمتها نضاليا وتعلمت الممارسه المؤسساتيه في ارقى مؤسسه اللي كاينه، وفي نفس الوقت قريت، ضافت البحوث ديالي واستاذ جامعي وديك، قريت حقوق الانسان كما حضره بديت من البدايه. ما عليناش، الهيئات اللي كاينه في الدستور كاين ثلاثه الاصناف غادي نذكر بها للتذكير: هيئات حمايه حقوق الانسان والنهوض بها، هيئات الحكامه الجيده والتقنين، هيئات النهوض بالتنميه البشريه والمستدامه والديمقراطيه التشاركيه. مداخل معالجتها كثيره، السرود بعض راه ذكرها السي الحبيب، غادي نعاود بعضها: اشكاليه العضويه، اشكاليه العلاقه مع الجهاز التنفيذي القريب من هذه الهيئه او تلك، العلاقه مع المؤسسه التشريعيه اللي كي اوت، كنقرا سنويا على الاقل تقرير لجنه تشريع وحقوق الانسان في مجلس النواب، في مجلس المستشارين ديال مجلس النواب الاخر راه تنشر، رجعوا قراوه وشوف كيفاش كيشوفوا لهذه المؤسسات واش كيضيف النقاش اللي كيطرحوه. اشكاليه مساءله ومحاسبه هذه المؤسسات ان لم يكن كلها جلها يعتبر نفسه خارج المساءله خارج المحاسبه هو مؤسف. وزاد دعم هذا الموقف راي لم يصب النجاح للمحكمة الدستورية، المجلس الدستوري سابقا للمحكمة الدستورية اللي عندها واحد النظرة لاستقلالية هذه المؤسسات. عييت نبحث في الممارسة المقارنة ما لقيتش، لأنها كتعتبر مناقشة لجنة في البرلمان مس باستقلاليتها. ما عرفتش لا فكريا لا مين جابوا هذه الفكرة هذه. في حين أنا كنعرف التجربة البسيطة، لو ميدياتور لو ديفونسور دو بويبلو في اسبانيا كيدل في البرلمان الاسباني، العكس كهناك لجنه مختصه ما بين الغرفتين اللي كيناقش، لان علاش واحد وجهه نظر ثالثه تنور البرلمانيين براي اللي ما هو الحكومه ما هو جهاز اخر، ولن يقع فيه تصويت، بالتالي النواب البرلمانيين ياخذوا اللي بغاو في التعامل ديالهم لا الرقابي ولا التشريعي. هذه كذلك من المعيقات نتاع هذه المؤسسات اللي كاينه. ساركز كما قلت على هيئات حمايه حقوق الانسان، وماشي انطلاقا غير من اللي جا في الدستور، انطلاقا على الاقل من التطور الايجابي اللي بدا في البلاد ديالنا من 1990.
هاد النقطة غادي ناخدها في جوج. كاين هاد التحقيب اللي قلت اللي كنشوف فيه ثلاثة ديال الحقاب اللي غادي نذكر، والمؤسسات المحدثة. المؤسسات المحدثة في إطار العلاقة وفي إطار المجلس الاستشاري كان هو الأول اللي تحولنا للمجلس الوطني، بيناتهم وزارة حقوق الإنسان والمندوبية. تطور البناء المؤسساتي، البناء المؤسساتي عندنا ثلاثة ديال المراحل الكبيرة. عندنا 8 ماي 90 لمارس 98، ومارس 98 يوليوز 2011، وما بعد يوليوز 2011. علاش 8 ماي 1990؟ هو خطاب جلالة الملك اللي دعا لجوج المؤسسات اللي هي إنشاء المجلس الاستشاري والمحاكم الإدارية، واللي هذا المرتكز الأساسي اللي بدأ به التطور المؤسساتي لمعالجة قضايا حقوق الإنسان. الخطاب المرحوم الحسن الثاني ماشي غير فاقو، قال خطاب تقرير أمنيستي 1990، هذا بدير في الحاج جوجل هذاك التقرير تشوف يبان لك مغرب آخر من عالم آخر. المرحلة الثانية هي مارس 98، حكومة التناوب. حكومة التناوب، هيئة التحكيم المستقلة، هيئة الإنصاف والمصالحة. هاد الشيء ملي كنقولوا هاد الهيئات كنقدموها وكأنها مقدس، صافي تقدمات دارت، لا خصنا نجلسوا ونناقشوا هاد الشيء. نجعتوا أش ضفنا في المجال المؤسساتي، أش ضفنا في الواقع، لأنه في نهاية المطاف يبقى عمل بشري كأي عمل بشري، لا بد فيه الإيجابي ولا بد فيه ما يجب أن يطور. المرحلة الثالثة والأخيرة هي اللي قلنا ابتدات 2011، واللي نشأنا مؤسسات جديدة، واللي دستر بعض المؤسسات اللي كانت هذا تطور. هذا تساؤل اللي طرحته الورقة اللي كنت في البداية، واش حققنا شي تراكم؟ بدأوا غير من 1990، واش حققنا شي تراكم على صعيد المؤسسات، على صعيد القيم؟ لأن حقوق الإنسان هي قيم. واش المجتمع المغربي في خلال هذا الشيء استطعنا أننا نرسخ فيه قيم اللي هي قيم حقوق الإنسان قبل ما تترجم في سياسات عمومية؟ فعلا خص تكون عندك معايير القياس. هذه الأسئلة اللي طرحت خص تكون معايير القياس. على الأقل أنا كنطرح واحد ثلاثة المعايير، ما كنقولش هي حصرية، ولكن أنا قريتي هذا فين وصلتني لحد الآن، هو انعكاس التطور الكمي على السياسات العمومية. واش كاين شي سياسة عمومية ديال حقوق الإنسان؟ غادي تقول لي انضمينا وقدمنا تقارير واستقبلنا مزيان، هادو دي زاكسيون، ماشي سياسة عمومية اللي عندها آلياتها، عندها وسائلها. النقطة الثانية هي الانعكاس على الممارسة المؤسساتية. واش ملي كننتقلوا من مرحلة المرحلة المؤسسات ديالنا كنلقاو مؤسسات أفضل، أو لا كنرجعوا اللور، أو لا كنبقاو نعوموا غير في بلاصتنا؟ هذا المعيار الثاني. المعيار الثالث هو المنظومة القيمية اللي قلت، وهي اللي كتحمقني أكثر، وغادي ننطلق منها قبل ما ننتقل للنقطة الثانية اللي هي العلاقة نتاع هاد المؤسسات اللي دارت ومع المؤسسات الأمم المتحدة. غادي ناخذ غير جزء قليل اللي هو الهيئة التعهدية، كيفاش كنا في التقارير واحد الوقت، كيفاش رجعنا اليوم باختصار. والثالثة هي هاد المؤسسات كآليات لوساطة مجتمعية. كنشوف أنا الدولة مع أمنيستي حرب حرب ولا أحد يتدخل، في حين أن جزء موظفة هاد المؤسسات خصوصا اللي كيكون عندها الدفاع هي هاد النوع ديال الوساطة. أوترومون ما غاديش تكون الوظيفة متكاملة.
المنظومة القيمية. المنظومة القيمية واحد الوقت فرحنا كان عندنا واحد البرنامج سميته البرنامج الوطني للتربية على حقوق الإنسان، بدأ في 93 في شراكة ما بين وزارة حقوق الإنسان، ولكن الحامل الأساسي هو وزارة التربية الوطنية باسميتها المختلفة. تطور في 2000 دمجت له أمنيستي في واحد الجانب في اتفاقية ما بين وزارة حقوق الإنسان وأمنيستي فيما يتعلق بالنوادي داخل المؤسسات التعليمية. وزارة حقوق الإنسان أعدمت في ماي 2004. علاش كنقول أعدمت؟ لأن في تاريخ المغرب من اللي قريت جميع التعديلات الوزارية ماشي مشى حيدوا وزير، حيدوا قطاع. البلاغ، رجعوا للبلاغ نتاع داك الوقت، قطاع تحيد، ما بقى عندهم ما يديروا به، لأن كانت عندهم تحدت هيئات أخرى وداك الشيء كان يشوفوا أنها كفيلة ويمكن تقوم أفضل. هذا البرنامج في داك الوقت وكلت به المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في صيغة 2004. المجلس أنا ذكرت أشيء آخر، وهذه النقاشات أنا حضرت لها لأن مشيت لمؤسسة أخرى وكنت كنمثلها كنحضر. قالوا أن غادي يديروا مسائل أخرى، دي كابسول ودي فيلم وجابوا مخرجين ونقاشات، على الأقل أنا حضرت واحد ربعة ولا خمسة دي النقاشات. في الأخير أعدم هذا البرنامج، وما ظهرت شي حاجة أخرى اللي في المكان ديالو. هذا أنا كان أعتبره عنوان سوء التسيير وسوء التدبير في المجال الحقوقي في هذه البلاد. وغادي نعطي علاش، بحيث أن هذا البرنامج اللي قلت من بعد تحصر في نوادي المواطنة وحقوق الإنسان بالمدارس، من بعد الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، النهوض بثقافة حقوق الإنسان اللي كان مكلف به المجلس الوطني، ولكنه ما كانت شي نتيجة اللي هي هذيك. حاولت المندوبية الوزارية إعطاء واحد الروح ما بين 2013 و 2015، وكانت أعمال مهمة فيه، خصوصا واحد الندوة كانت في مراكش لما خانتنيش الذاكرة، ولكن هذا الشيء وقفته هو مزاج. ما كان اكتشف هذا الأسبوع من اللي كلفوني الإخوان بهذا الموضوع أنني رجعت لتقارير لجنة العدل والتشريع العام اللي دازوا ديال هذا العام، ولقى أن المندوبية الوزارية خذاته عاود، لأن في ميزانيتها دمجاته، ولو أنها زايدين مسائل أخرى ما بقاش غير هذاك، لأن كاين شي مبادرة المؤتمر علمي جامعي في مجال حقوق الإنسان والخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. أنا ما ماشي قضية التنوع هو اللي كيدير، هو غير كتخلق حاجة وكتزيد ميتة، وهذا هو مشكل حقوق الإنسان في بلادنا، وخص تكون الجرأة باش يتقال ونشارش لا ميدياتيزاسيون مع كامل الأسف. اللي كياخد شي حاجة يشارش بلوس لا ميدياتيزاسيون كو ليفيكتيفيتي سور لو تان. علاش؟ لان قضيه صراع وزراء العدل، وزراء جوج وزراء العدل مع المندوبيه ماشي من الفراغ، لان غير كتقول حقوق الانسان سي اترايون كتجبد، وبالتالي هي واحد وكتشوف كنشوف الوفود كيمشيو ب 54 القضيه الاستعراض الدول الشامير واللي كانت تخالف مع استاذ ديالي وصديقي وداكشي. هذا الشيء اللي خلقته مجلس حقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان بوحدو سيتون فارس. أنا كنقول أنا كبرت في اللجنة وفي لاكوميسيون اللي كانت منتديات نقاش، الآن ولات دبلوماسيا. الاستعراض الدوري الشامل واحد القولة تعلمتها من اللي كنت أستاذ في مكناش، سفنجلين عسلك أعطيني نعطيك. الدبلوماسية هي هذه، ما عندكش فين تمشي. العكس، شوف داك النقاش وسير الكوميتي الدرواد لوم وسير شوف النقاش. ما كان علاش تخبى دير سياسة النعمة، ما عندها ما دير.
هذاك الشيء اللي كنقولوا على التضخم عندنا وداك الشيء راه نفسه في الامم المتحده. هذا الجزء ديال الاعدام ديال هذا. تم اعدام اخر واللي كان من المجلس الاستشاري في الصيغه ديالو ديال 2005 اللي هو مركز الاعلام والتوثيق والتكوين في مجال حقوق الانسان. كانت تنشا في اطار وزاره حقوق الانسان ولكن كائن قانوني فريد من نوعه لا مثيل له لحد الان. تنشا واحد في عهد الكوميساريه وبقى هو هذا. علاش؟ لان من ناحيه التكوين كان ثلاثي، كان لو بنود الحكومه المغربيه عن طريق وزاره حقوق الانسان ولو كوميساريه، واللي ميري روبينسون رعاتو شخصيا. غادي نكمل رعاتو شخصيا. واللي مشى جات المجلس الاستشاري في واحد الصيغه عدمو، ومن بعد راه مرجعوا له عاود. الان راه هو مركز التكوين دريس بن زكريا، ولكن وهذا كان يدار بمجلس اداري لا علم لي في المغرب بهيئه داخل الحكومه اللي راه ماشي شركه، هذه راه هيئه اداريه اللي كان يدار. انتقل لان قد قلت العلاقه مع الهيئه التعهديه وزاره حقوق الانسان، لانني كنت فيها مدير، كنت مدير ودبرت واحد الخمس سنوات. اول حاجه اللي تفرضت وهي ان ما دام المرسوم كيعطي لوزاره حقوق الانسان تدبير مجال حقوق الانسان، خدنا واحد الصراع ديال واحد قريب عام. عندك المراه على راسي وعيني دير السياسه العموميه ديالها، تقرير وزاره حقوق الانسان، الشكايات تنطلق من وزاره حقوق الانسان. انت اعطيني المعلومه وخليني، لان التقنيه والتجاوب عندي انا. في نهايه المطاف نجحت المساله، مشات بقات غاديه بديك الامكانيات اللي كانت. ما كانوش عاود الاتفاقيات والالتزامات كل يوم، تكون الامور واضحه، ولكن ولات الامور في وقتها. الا خديت جوج ديال الاتفاقيات، غادي ناخذ العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه ومناهضه التعذيب. التقرير السادس اللي ناقشناه في 2016 كان خصو يتقدم في 2008، تقدم في 2015، سبع سنين. لانني ساهمت من بعد، كانوا فين ما يحتاجوا كيعيطوا لي، لان علاش القطاع مشى لوزاره العدل. طال واحد النهار قلت لهم شوف ما تضيعوليش الوقت، كيجيو كيجمعوا واحد 30، ما بين 20 30 قطاع، ويبقى كل واحد حاسبين التقرير، وهو جيب مقتطفات من هذا القطاع من هذا القطاع وديرها. اتفاقية مناهضة التعذيب، التقرير السابع، التقرير السابع كان خصو يتقدم في 4 نوفمبر 2020 لحد الآن. لا، كان خصو يتقدم في 25 نوفمبر 2015 عفوا، لحد الآن مازال ما تقدمش، مما يجعل أن الآخر كتدخل له الشك في الممارسة. علما التقرير الثاني عبد ربي ناقشوه السي الحبيب، راه أنا 99 مازال الوضع صعيب، حنا غادي ناقشوه هما طردوا مرات السرفاتي من المطار، وسير فهمها لهم أمام اللجنة. أنا ما كنفهمش كيفاش كنتقدموا ولكن على ارض الواقع كنرجعوا للور. ما يمكنش، راه واخا طردني ما نعرف فين ما غاديش نفهم مثل هذه. نفس القضيه ديال التقرير ديال اللجنه الفرعيه للوقايه من التعذيب لاس بي تي اللي ارسلوه لنا في 2017، قريت مازال ما ماكدش بلي ان الحكومه عدت جواب في 2021، علما بان البروتوكول الاختياري لمناهضه التعذيب كيقول لهم خصو يتنشر، والدول اللي كتحترم راسها ماشي ما كنمشيش انا الالمان ولا السنغال بوركينا فاسو نشرين تقاريرهم، لان هنا كاين التقرير الرسمي ديال الحكومه
وكان التقرير اللي كتقوم به الآلية الوطنية، هاد الدول اللي مماثلة لنا كتنشر. احنا راه انا ما متاكدش، لان قريت في التقرير البرلماني باللي الحكومه عدت جواب ترسل ما ترسلش تجاوب. كلمه اخيره، آلية الوساطة. انا علاش جبت امنيستي؟ انا ما كنقولش الممارسات امنيستي تجاه المغرب راه سليمه. بيغاسوس وراتها، من كنقول بيغاسوس الحكومه المغربيه قالت لهم عطوني راه قواعد المحاكمة العادلة هو ليغاليتي دي زارم. عندك شي حاجة وريني باش ندافع على راسي. أنا مشي للأحكام المحكمة الوطنية الإسبانية، لأن نفس اللي دارته فرنسا دار في إسبانيا، بغاو يدوبليكيوه. المحكمة الوطنية في إسبانيا كانت واضحة، دراستها قلت لهم هذا الشيء راه ما منوش، لا وجود لتدخل مغربي في هذا المسألة. باش نكون واضحين، وزارة حقوق الإنسان الفوزي الانترفاس وقعت مشاكل عويصة، غادي نحكي جوج لا غادي نسال، اعتذر جدا، لا هذه خصهم يسمعوها لان قليلش اللي عارفها. وقعت واحد الحادثة انكلاش، جلالة الملك الله يرحمه الحسن الثاني غادي يستقبل الأمين العام لامنيستي بيير ساني، وقع شي خلاف في لاجوندا راه كاين، بيير ساني مشى. حنا مغاربة وكنعرفوا واش كتمثل، راه بتدخل ديال واحد جوج الناس من الوزارة ما غاديش نقول سمياتهم، باش جلسوا عن طريق علاقة ديال الأصدقاء ديالنا كذلك في مجال أخر، باش جلسوا مع هاد السيد فهموا له. من بعد جات لجنة أخرى دامنيستي، ما كانش اللي بغى يستقبلها في المغرب، وزراء متعددين، قررنا في وزارة حقوق الإنسان استقبلناها، لقينا جايين على موضوع ما عندوش علاقة كاع بهذا الشيء. وضحنا، شات مذكرة لجلالة الملك الله يرحمه في ذاك الوقت، عمم قال لهم هذا موقف الدولة المغربية ماشي موقف الحكومة، وأقف عند هذا الحد. كانت شي حاجة أخرى نرجع في النقاش.